لا تختلفوا. لما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة كما يقول أبي مسعود البدري، كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا، هذا متقدم هذا متأخر هذا متباعد هذا هناك هذا هناك. هذا التباعد المادي، الاختلاف المادي يؤثر على ماذا؟ يؤثر على القلوب، مسارقة بين الظاهر والباطن. نهانا الشارع عن التشبه باليهود والنصارى والمشركين في زيهم هديهم الظاهر، لماذا؟ حتى لا تنتقل المسارقة، إن رأيته يلبس كما تلبس فيكون بينكما نوع من الارتياح النفسي، يخشى أن يؤدي هذا الارتلاح إلى الإعجاب بماذا؟ بعقيدته. فكذلك هذا التنافر، هذا الاختلاف الموجود بين الصلاة، اذهب إلى مساجد أهل الأهواء والبدع ما تستطيع أن تقترب إلى أحد منهم، يبتعد مباشرة. لا، وإنما ماذا قال؟ قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطني، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسائل، مسائل التعنت مثلا، أو مسائل الأشياء التي لم تنزل إلى الآن، حتى يعني سؤال فيه مشقة، كثرة التنطع في المسألة، يعني أحيانا يتصل عليك بعض الأخوة ويسأل عن مسائل، يا أخي الأمر أوسع من ذلك، والله الأمر أوسع وأرفق. نعم أنت مأمور بتقوى الله عز وجل، لكن يعني تأتيني على أمر يعني ما يعادل شعرة، والأمر أعظم من ذلك. قال وكل هذه الأحاديث في الصحيح